لو النبي اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله في ناس نخب اسماء لامعه اعمل له مقال زود له 100 دولار 100 دولار بس هبيع البلد 100 دولار انا عارف انا بقول ايه والله 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 زود له 100 دولار قول له بس زود العيار شويتين شويتين قاعد شغال عامل زي بتاع بابور الجاز زود نقص شغال زي العجلاتي شغال زي كانوا بيبيع بطيخ ايه خد دي لا دي حمراء لا دي شغال كده فاكرين يا جماعه البرلمان الاوروبي التقرير اللي كانوا بيعملوه وطلعوا في الاخر قابضين واتقبض عليهم هو انا في ناس تقول لك ايه انا بقى اشوف الصفحه عندي يا واحد يجي انا بتكلم مثلا بقول انه النهارده قناه بنما نشفت مثلا يعني واحد يقول لك الله يلعنك يا كذاب يا ابن 60 ب70 يا عم انا بقول بنما انا جايب سهر باجي بس بتكلم على بقول الواشنطن بوست بتقول كذا كذا يطلع واحد يقول لك ايه يقول لك هتقابل ربنا ازاي يا ضلالي انا كل ده بقرا كل يوم واحد تالت يقول لك يا اخي انت مش مكسوف في نفسك انا بقول اخبار يا جاهل انا بقول معلومات يا حقير انا بقول انا اللي بقوله بقول حاجات ثابته ما بقول لما اجي بقول رايي بقول رايي بقول لك ما اعتقد انا وصاب الناس خلاص كده يعني وكتائب شغاله يا جماعه ليل ونهار لما بنقول الناس دي بتقبض في ناس تشك يقول لك يا عم ده بس بيتكلم كده جبت لكم والله يا ابني كنت جايزها لي يا ثروت منك لله كنت هاتوها لي وهم بياخدوا فلوس بيتقبض عليهم بيقبضوا اعضاء برلمان اوروبي بياخدوا رشاوي عشان يتبنوا قضايا من ضمن القضايا التعامل مع الاسلام السياسي مش الاسلام الناس اللي فكروا لا لا مش الاسلام اللي هم بياخدوا الاسلام صوره عشان يحققوا ذاتهم ويحققوا حق